بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا في تفسير الآية، وهي قوله تعالى: ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام. قد فرغنا من تفسير هذا الجزء من الآية والحمد لله في الحلقة السابقة، وانتهينا إلى قوله تعالى حكاية عن إبليس: ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. هذا أمر آخر من أوامر الشيطان. الأمر الأول في الأنعام، تصرف في الأنعام، تخصيصها للأصنام. والأمر الثاني في أنفسهم، تصرفون حتى في أنفسهم فيغيرون خلق الله في أنفسهم. وتغيير خلق الله في الأنفس تكون من شيئين: الشيء الأول تغيير الفطرة التي فطر الله الناس عليها، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينجس أو يمجسانه فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه فيغيرون فطرته من التوحيد إلى الشرك وإلى الملل الباطلة. والفطرة خلق الله جل وعلا. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فالله خلق الناس حنفاء موحدين، لكن بسبب سوء التربية وقرناء السوء وجلساء الفساد تتغير الفطرة، تتغير الفطرة، فبدل أن تكون صالحة لقبول الخير تكون قابلة للشر ومنحرفة. ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله، هذا هو المعنى الأول، أي تغيير الفطرة. فالشيطان وأعوان الشيطان يغيرون فطر بني آدم من التوحيد إلى الشرك. الأمر الثاني كما جاء في الحديث أن ذلك بالوصل، ووصل الشعر والوشم وتفليج الأسنان للحسن، فهذا من تغيير خلق الله ومما ابتليت به النساء. الأول الوصل، وهو أخذ شعر الحاجبين سواء بالقص أو بالنتف أو بالحلق أو بالمزيلات، ووضع مكانها صبغة تعرفها المفتونات فتزيل الحاجب أو أكثره أو بعضه وتصبغ مكانه، كأنها تغير خلق الله، ترى أنها أحسن خلقا من الله عز وجل وأحسن تصرفا من الله عز وجل، وأن الزينة ما فعلته هي لا ما خلقه الله سبحانه وتعالى. هذا تغيير لخلق الله. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. والواصلة هي التي تصل شعرها بشعر غيره، والمستوصلة هي التي تطلب ذلك من غيرها، أن يصل شعرها بشعر غيره، لما في ذلك من التزييف والخداع للناس، كأن هذا الشعر هو أصل شعرها وهو ليس لها، فهذا من الخداع والتمويه والغش وتغيير خلق الله سبحانه وتعالى. النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة، والثالثة الواشمة والمستوشمة.
فالله خلق البشرة على أحسن وضع، على أحسن وضع. يأتي الإنسان ذكرا أو أنثى فيغير لون الجلد، وذلك بأن يبضعه أي يشقه بشيء، ثم يضع، إذا خرج الدم يضع فيه لونا أسود من الكحل أو غيره حتى يصبح خطا أو خطوطا في الكف أو في الذراع أو في الوجه. هذا هو وشم الشيطان والعياذ بالله، وهذا تغيير لخلق الله وتشويه. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمة والمستوشمة. فالواشمة هي التي تصنع ذلك بنفسها وبغيرها، والمستوشمة هي التي تطلب من غيرها أن يفعل ذلك بها. كلاهما ملعونتان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرابعة المتفلجة للحسن التي تأتي على أسنانها المستقيمة الجميلة، فتبردها بالمبرد وتجعل بينها فتحات، تجعل بينها فتحات، تزعم أن هذا من الحسن، وهذا من الشيطان ومن تغيير خلق الله سبحانه وتعالى. فالجمال في بقاء الأسنان على شكلها إلا إذا كان فيها عيب، إذا كان فيها عيب أو انكسار أو ألم احتاجت إلى علاج بتعديلها ووشرها بالمنشار لأجل إزالة العيب، فهذا لا بأس به لأنه من العلاج. إنما إذا كانت سليمة ومستقيمة ثم تريد أن تغيرها على شكل الفلج، تجعل بينها فتحات، فهذا من تغيير خلق الله عز وجل من غير حاجة، من غير حاجة إلى ذلك، وإنما هو كراهية الخلق الحسن إلى الخلق السيء والعياذ بالله، لأن الشيطان يريد ذلك. تفلجات، ولهذا قال المتفلجات للحسن، أما إذا كان هذا للعلاج فلا بأس به. ثم قال صلى الله عليه وسلم: المغيرات خلق الله. فيكون هذا تفسيرا لقوله تعالى عن الشيطان: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وأما التغيير الذي أمرنا به، التغيير الذي أمرنا به فهو مشروع، وذلك بقص الشارب وحلق العانة وإزالة شعر الآباط وقص الأظافر، فهذا من خصال الفطرة ومن سنن الأنبياء، وهو من الجمال وبقاؤه تشويه. فلذلك يتأكد على المسلم أن يزيل هذه الأشياء، لا يتركها تطول فتشوه منظره وتؤذيه، بل يتعاهدها. وقد وقت لآخر موعد أو أطول مدة لبقائها إلى 40 يوم، فلا تزيد عن ذلك. وإذا فعل هذا كل جمعة فهو أحسن، لأن هذا من الجمال ومن خصال الفطرة، وليس هو من تغيير خلق الله المذموم، لأنه إزالة أذى وإزالة تشويه. فليتنبه لذلك. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.